يستمر اصطفاف مئات الشاحنات والعربات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة على امتداد الطرق المؤدية إلى معبر رفح من مدن العريش وشيخ زويد حتى رفح، ما بين شاحنات مواد غذائية وإغاثية وطبية ومشتقات بترولية. يأتي هذا في الوقت الذي تمارس فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي حالة التعنت والتعسف تجاه استقبال المساعدات الإنسانية من معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم، حيث لم تمر اليوم سوى 8 شاحنات محملة بالمواد البترولية. مزيد من التفاصيل يطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. بعد التحية في هذه المتابعة لأوضاع المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة والمدنيين هناك، ربما الصورة تتحدث بشكل أوقع من الكلام. استمرار لحالة اصطفاف مئات الشاحنات والعربات بطول الطرق المؤدية من مدن العريش والشيخ زويد إلى مدينة رفح، ومن ثم الدخول من معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم. هذه الشاحنات التي تقدر بأكثر من 1260 شاحنة منوعة ما بين مساعدات إغاثية وغذائية وأدوات طبية وأدوية وأيضا مشتقات بترولية، يقف أمامها عائق كبير وهو حالة التعنت الإسرائيلي والمتمثل في التباطؤ والإجراءات التعسفية وأيضا الرفض والإغلاق في أحيان كثيرة للمعابر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا التعنت وسط تحذيرات أممية كبيرة من استمرار حالة نقص المياه والوقود والغذاء وأيضا اتباع سياسة التجويع داخل قطاع غزة بحق المدنيين، مع استمرار القصف وغارات الإسرائيلية على المناطق المتفرقة بقطاع غزة. هذه الحالة ربما نراها الآن من خلال اصطفاف لأيام كبيرة وطويلة وفترات كثيرة من قبل المساعدات المقدمة من عدد من الجهات المتنوعة والمتعددة، سواء نتحدث عن الجهات والمؤسسات المصرية والعربية والدولية وأيضا مشاركة كبيرة للمنظمات الأممية بحق المدنيين في قطاع غزة. هذا هو المشهد وإليكم الكلمة.